فضيلة الشيخ، يقول السائل: يصلي بعض العوام 4 ركعات إذا دخل المسجد لصلاة الفجر، ويقول يصلي بعض العوام 4 ركعات إذا دخل المسجد لصلاة الفجر، ويقول: ركعتين تحية وركعتين سنة الفجر، فهل ينكر عليهم في هذه الحالة؟ نعم، ينكر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فيصلي ركعتي الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم.